لحد ما بقى في دكتور محمد هيجي كمان شويه. اتفضل. أبدأ دلوقتي. اتفضلي. ده تمام. السلام عليكم. المشروع بتاعنا Wireless Signal Identification Receiver. أنا هبتدي أقول overview عن المشروع كله وكل فكرة فيه، وهبتدي الأول أعرض ال contents اللي هتكلم عنها. أول حاجة هقول ال problem statement اللي واجهناها وإيه حلها وعملنا إيه وليه اخترنا نشتغل CNN implementation، وفي الآخر هقول ال state of work. تمام. ده المشروع Tunable Intelligent Receiver. الجزء الأورنج ده Analog Out of Scope. إحنا هنتكلم عن الجزء الديجيتال اللي هو الأخضر. طيب، أول حاجة هقولها الـ Problem، الفكرة جت إزاي؟ بدأنا من إن إحنا عندنا Radio Spectrum. الراديو سبيكترم بتاعنا دوت ليه استخدامات كتير قوي وريسورس المفروض إن إحنا نستخدمه بإفشنسي كويسة وأكيورسي عالية، لكن مع زيادة التكنولوجيز زي الـ 5G أو الـ IoT بيسيرف أبلكيشنز كتير ويوزرز كتير بيعملوا أساينمنت، ابتدت تظهر مشاكل زي الـ Cognition Issues. دي أدت لظهور سبيكترم هولز في السبيكترم، بمعنى إن أنا عندي سلوتس حد شغال وحد سايق يعني فاضي محدش بيستخدمه، وفي نفس الوقت في ناس محتاجة، فده أدى إن هو يبقى فيه ويست للريسورس بتاعنا. وكمان حصل كوليجن في السبيكترم، وده كومن جدا في الوايرلس نتورك. وكمان في المونيتورينج ايشوز، وطبعا ده هيأدي إن الريسورس ده هيبقى less secure. تمام. طيب، فدي المشكلة، ايه حلها؟ حلها هي الـ Cognitive Radio. زي ما موجود هو هينظم لي الباند بتاعي، هيخليني بدل ما هو كلهم concentrated في حتة معينة، لا ده هو هيخليني انظم الباند بحيث ان كل واحد يستخدم سلوت معين، وهيخليني اتغلب على اغلب المشاكل اللي انا عرضتها دي. طيب، هو تاسك اوف هيومن مايند، بيفكر زي ليه عقل زي البني ادم، ليه خطوات بيعملها. ايه هي الخطوات؟ اول حاجة هو بيسنس الـ Environment، وبعد كده بيبتدي يعمل analysis يشوف هيوظف اللي لقاه ده ازاي، هيدي مين ايه ويدوس السلوتس وهكذا. وبعدها يبتدي يعمل decision making ويعدل الحاجات ويعمل determine the best strategy. واخر خطوة هي adaptation، او ان هو هيبتدي يعمل sharing the spectrum. احنا هنركز على ايه؟ هنركز على ال sensing، وبعد كده هيبتدي يعمل sweep the spectrum then analysis. ده mainly اللي هنتكلم عنه. طيب، من الطرق اللي هتخليني احقق الكوجنيتيف ريديو دي او البروبابيلتيز حاجتين. اول حاجه الموديليشن ريكوجنيشن والوايرلس انترفيرنس. الموديليشن ريكوجنيشن از ا ديفينيشن هو هيحدد لي الموديليشن سكيم بتاع السيجنال اللي جايه لي. سيجنال ما اعرفهاش، بس هبتدي احدد الموديليشن سكيم بتاعها، وده هيفيدني طبعا في ابلكيشنز كتير وفانكشنز كتير. والوايرلس انترفيرنس، زي ما احنا عارفين الانترفيرنس في الوايرلس نتورك بيبقى موست ليميتنج فاكتور للوايرلس نتورك، بس دي طرق طبعا ان انا احدده بيها. فاحنا هنقدر نعمل ايدنتيفيكيشن للوايرلس انترفيرنس، وهنعمل ايدنتيفيكيشن سواء للواي فاي او زيجبي او بلوتوث في الاي اس ام باند او الفري باند. تمام. طيب، اللي احنا عملناه ايه؟ اللي احنا عملناه ان احنا استخدمنا سي ان ان الجوريزم للموديليشن ريكوجنيشن والوايرلس انترفيرنس. طيب، بس في سؤال، هو احنا ليه استخدمنا سي ان ان؟ اشمعنى سي ان ان؟ في كذا اني اذر تكنيك، اشمعنى سي ان ان بالذات؟ الاجابه هو ان السي ان ان اول حاجه اند تو اند. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مش هيحتاج years of research، مش هيحتاج حد متخصص او درسه كويس، لا ده عادي، هو no need for years of research. تاني حاجة low accuracy for others. الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح الـ classification accuracy مقارنة بـ CNN و any other technique تاني. طبعا الـ solid line باين إن هو أعلى accuracy compared to others يعني. تالت حاجة هنقول إن هو إحنا قدرنا نمشي في الـ modulation recognition و wireless interference الاتنين باستخدام الـ CNN. ده بالنسبة للـ old techniques، ده ما ينفعش. تمام؟ بعد كده ده هيؤدي الى ان الـ CNN accuracy طبعا هو الافضل. بعد كده هنبتدي نتكلم عن الـ state of art، او قبلنا عملوا ايه غير ما اشتغلوا ازاي الـ processing pipeline بتاعهم. هنمشي في steps. اول حاجه الـ data acquisition. الـ data جايالي من الـ antenna in phase و quadrature phase. الـ RFK ده الـ data vector، يعني الـ data هتبقى represented بـ data vectors. هتبتدي تدخل في step الـ pre-processing. ايه هي دي الـ pre-processing؟ بتهتم بالـ analysis أو الـ manipulation للـ data اللي جمعناها في الـ step اللي فاتت.
ابتدي اخد الداتا فيكتورز دي احطها اعمل لها بايب لايننج كانبوت للسيجنال بروسيسنج تول، ودي هتعمل لي اناليسز وهتعمل لي بروسيس او كانها هتخليني اعمل ترانسفورم الداتا دي كفريكونسي امبليتيود فيز او مور فيتشرز. طبعا ليه بعمل كده؟ برده عشان اخلي الداتا مور سيمبل داتا ريبريزنتيشن، بحيث ان هي لما تدخل في الماشين ليرنينج يقدر يكستراكت مور فيتشرز منها. الستيب اللي بعدها هبتدي اعمل كلاسيفيكيشن، وده بيبقى كونسيرنينج السبيكترم اكسس سكيم موديليشن فورمات وايرلس تكنولوجيز ديتكتنج افيلبل سبيكترم باند وهكذا. البريدكشنز اللي اتحسبت واللي عملناها في الماشين ليرنينج موديل ده هبتدي اخدها احطها كانبوت للديسيجن موديول اللي هي اخر ستيب خالص. دلوقتي هنبتدي بقى نتكلم عن الموديليشن ريكوجنيشن از سوفت وير ليفل مع محمد حسن. بس اهم حاجه ان احنا نركز على ان البري بروسيسنج والكلاسيفيكيشن هم دول الشغل بتاعنا mainly هنتكلم عنه. السلام عليكم، انا محمد حسن وهتكلم عن الموديليشن كوتش. اول حاجه هتكلم عن الداتا سيت اللي احنا استعملناها والليتراتشر اللي استعملها. هتكلم عن البريفيس ورك اللي اتعمل في المجال دوت. هنتكلم عن البروبوزد مالتي باس موديل واللي احنا استعملناه مالتي باس موديل. هنتكلم عن الاستراكشر بتاع المالتي باس موديل. في الاخر هنعمل مقارنه ما بينه وما بين الليتراتشر. الداتا سيت اللي استعملناها اسمها راديو ماشين ليرننج 2016، قال بقى 11 موديليشن سكيم مختلفين، 220,000 اي كيو داتا فيكتور، عامل تقسيم ل 20 ديفرنت اس ان ار. كل سامبل عباره عن 56 سامبل 2828. الاس ان ار ليميت من سالب 20 دي بي ل 18 دي بي. دول ال 11 مودريشن سكيم اللي استعملناهم هم الموجودين في الداتا، ويعتبر اشهر المودريشن سكيم المستعمله زي كوم 16 وكوم 14. اول موديل هنتكلم عنه هو اول موديل اتعمل اللي هو الاوشيا سيكونشال موديل. الموديل ده عباره عن اثنين كومبليشن لاير واثنين دنس لاير، اخر دنس لاير فيهم بتكلاسيفاي ما بين ال 11 مودريشن سكيم اللي احنا ذكرناهم. ده الديتيل ستراكشر بتاع الاوشيا موديل، بيبين الانبوت سايز بتاع كل لاير والبارامتر بتاعتها والاكتيفيشن فانكشن اللي استعملت. بعد كده جه كولين استعمل نفس الموديل بتاع اوشيا ونفس الداتا سيت، بس هو عمل عليها سيجنال بروسيسنج عشان خاطر مره يحولها لامبليتيود فيز مره يحولها فريكونسي، وجرب يدخل الثلاثه ريبريزنتيشنز المختلفه لنفس الموديل بحيث يشوف تاثير الداتا ريبريزنتيشن على الاكيوس بتاعته. السيجنال بروسيسنج اللي عملها كولين، اول حاجه ان عنده الداتا بتاعته مقسمه لاثنين فيكتور اكس اي ان فيز واكس كيو كوادريتشر عشان يحولها لامبليتيود سامبل. هو جاب السكوير روت بتاع الاكس اي سكوير عشان يحولها لفيز، جاب الارك بتاع الاكس كيو على الاكس اي، وعشان يعمل فيكوس ترانسفورميشن استعمل الاثنين. المشاكل والعيوب اللي موجوده في موديل شاي، اول حاجه ان السايز بتاعه كبير جدا لانه كان معمول اصلا في الاساس للايمج، لو سبيد السرعه بتاعته بطيئه. ثالث حاجه ان هو مش يوتلايزد، مش عامل يوتلايزيشن كفايه للداتا سيت اللي مستعملها. الحل اللي احنا اقترحناه للمشكله دي هي ان احنا نستعمل مالتي باس. ليه استعملنا مالتي باس؟ اول حاجه هنقدر نكستراكت فيوتشرز اكتر من الداتا سيت اللي معانا، نقدر نعمل اوبتمايزيشن لكل برانش على حده، في نفس الوقت نقدر نستفيد من المزايا اللي موجوده في المودلز الباقيين وفي الداتا ريبريزنتيشنز الباقيين، وفي نفس الوقت نقدر نديوز قدرنا نقلل حجم المودل بشكل كبير. ده البلوك ديجرام بتاع الاوبسايمودل، عباره عن او المطرس موديل هو الاوبسايمودل يعني، عباره عن ثلاثه برانشز. الاي كيو ريبريزنتيشن بيدخل على اثنين كومبليشن لير، الامبليتيود فيز بيدخل على اثنين كومبليشن لير، والفريكونسي بيدخل على كومبليشن لير واحده. الاوتبوت بتاع الثلاثه برانشز بيتجمعوا كلهم يدخلوا على شارد كومبليشن لير، بعدين يمروا باثنين دنس لير، اخر دنس فيهم برضه هي اللي بتكتشف ما بين 11 كومبليشن سكيم المختلفه. ده دي ديتا ستراكشر بتاع الاوبسايمودل، بيوضح كل كومبليشن لير داخل لها انبوت سايز قد ايه، والستراكشر بتاعها بالظبط عامل ايه، عدد الفلترز او النيرف. بعد كده هنقارن بين البرفورمانس، احنا هنقارن ما بين الاوبسايد موديل وما بين الموديل اوشيا موديل. احنا عملنا له ريبيوسنج ودخلنا له ثلاث ريبيوسنجز مختلفه، يعني عملنا نفس الشغل بتاع كل عشان نشوف حق نفس النتائج اللي كلنا قايلها ولا فعلا طلع نتائج متقاربه جدا من اللي كلنا عملها. اول حاجه هنقارن بالاف 1 سكور، هنلاقي ان الاوبسايد موديل محقق 84% اعلى من اقرب موديل ليه اللي هو الاي كيو ريبيوسنتيشن اللي جايبه 77% فرق 7%. بعد كده هنقارن ما بين السايز بتاع الموديل عشان ده يعني اهم المميزات في الموديل الاوبسايد، هنلاقي ان الموديل الاوكساي محقق سايز 36880 بارامتر عكس الاي كيو محقق 2 مليون و667 مليون بارامتر. بعد كده هنقارن بين الكمبيوتر ماتريكس بين الاربع موديلز. الاوكساي موديل هو محقق احسن كمبيوتر ماتريكس فيهم كلهم، بحيث ان هو قلبه كل المميزات بتاعت الموديلز الثانيين اللي هم كلهم يعتبروا برانشز فيه. فلو في موديل من الثلاثه محقق نتائج صح هو هيحقق صح. فمثلا في الاي كيو هو محقق الكيو بي اس كي غلط، وفريكونسي برضه نسبه الغلط في الكيو بي اس كي عاليه، لكن الادفيس ما فيهوش غلط في الكيو بي اس كي خالص، فعشان كده الاوسايد موديل زيه برضه ما فيهوش غلط في الكيو بي اس كي. المشكله الوحيده تظل في الكوم 16 وكوم 64، حاسس ان ولا موديل من الثلاثه اصلا كان محققها كويس، وده نتيجه ان الكوم 16 وكوم 64 قريبين من بعض، وده ست ما هيش كبيره كفايه.
ففي برضه ايرور لسه فيها، لكن الاوبسايد نتائجه فيها احسن برضه من المودلز الباقي. اخر حاجه هنقارن بينهم في الاكيورسي، هنلاحظ ان في الفيري لو اس ان ار هنلاقي ان الاوبسايد موديل والباقي المودلز كلهم متساويين في الفيري لو، بحيث ان اصلا السيجنال ضعيفه جدا فما يقدرش يميز بينهم وبين بعض. بعد كده لما الاكيورسي تبدا تزيد هيبدا يبان تميز الاوبسايد عن باقي المودلز اللي حواليه، لحد ما نوصل للهاي اس ان ار هنلاقي ان الاوبسايد موديل محقق نتائج احسن من كل المودلز الباقي. بعد كده هيتكلم هشام عن الاوبتمايزيشن. تمام هشام، انت كده انت معمول لك ميوت غالبا، انا بدور عليك بس. تمام، ثانية واحدة، اتفضل يا هشام. السلام عليكم، انا اسمي هشام محمد، هتكلم عن الموديليشن ريكوجنيشن كهاردوير. احنا كنت هتكلم عليها طول، اول حاجه التولز اللي احنا استخدمناها، بعد كده الاوبتمايزد اي بي يو موديل، بعد كده الاوبريشنز اللي استخدمناها الموديل ده، بعد كده هنعمل مقارنه بين الموديل ده وموديل تاني. التولز اللي استخدمناها في جزء الديب ليرنينج باي تورش وكيراس، واستخدمنا بعض اللايبريز الثانيه زي نام باي ومات بلوت لايبراري وبانداس. الجزء الهاردوير اللي اتش دي ال لانجوج استخدمناها فيجي لوب سندس، التولز اللي استخدمناها كوارتس وزادو تارجت اي في جي كانسلينج الترا سكيل وسايكون في. ليه احنا اخترنا الاوبتمايزد اي كيو موديل مش كهاردوير؟ الاول ايه الاوبتمايز اي كيو موديل ده؟ هو كان عباره عن اللي احنا عملناه من الاي كيو برانش من الساي دي، بقى استخدمناه علشان هيقلل النمبرز اوف اوبريشنز زي ما عبد الرحمن عماد هيتكلم، ومش هنحتاج نعمل الاف اف تي اوبريشن كهاردوير، وهيقلل النمبر اوف بيتس لما نيجي نستخدم فيكسد بوينتس زي ما عبد الرحمن فريد هيوضح. واستخدمنا فيكسد بوينتس عشان نقلل الكونسامشن باور. الاي في جي اللي استخدمناها في الموديل ده زينك الترا سكيل 104، والداتا سيت اللي استخدمناها راديو ام ال 2016. ده الموديل الاركتكتشر اللي استخدمناه. واول حاجه هو الانبوت عباره عن انبوت اي وانبوت كيو، هيخش على كونفيجريشن لاير 1، عباره عن 45 فلتر، كل فلتر 2 في 8، بعد كده هنخش على كونفيجريشن لاير 2 هي 9 فلترز، كل فلتر 1 في 6. بعد كده في دينس لاير 1 هي عباره عن 32 نيرون، بعد كده في جيمس لاير 2 وهي عباره عن 11 نيرون. الهاردوير امبيتيشن بقى الاوبريشن بتاعنا معانا، اول حاجه كونفيجريشن اوبريشن، دي الايكويشنز اللي بتوضحها ازاي بقى هنعملها كهاردوير. احنا هنجيب الويتس بتاعت اول فلتر وندخل انبوت على عدد الويتس دي، نضربهم في بعض، بعد كده نعمل سمشن، بعد كده يبقى طلعنا الاوت، وبعديها نشفت الانبوت واحد، بعد كده نضربهم في نفس الويتس تاني لغايه ما الانبوتس كلها تخلص. يبقى كده احنا خلصنا اول فلتر، فنشيل الويتس بتاعته وندخل الويتس بتاع التاني فلتر، ونعيد عليه الانبوتس من اول تاني. في كونفيوشن لاير 1 احنا كنا بنطلع 1 سامبل لل 45 فلتر بتوعها في نفس الكلوك علشان نسرع الموديل، لكن في كونفيوشن لاير 2 كنا بنطلع سامبل واحده بس لفلتر واحد في كل كلوك. بعد كده نتكلم عن الجنس اوبريشن. الجنس اوبريشن دي الايكويشن بتوضحها، وهي ان كل نيرون بيبقى ليها عدد ويتس يساوي عدد الانبوت بتاعها، فهنضرب الويتس في الانبوت بتاع قصادها، بعد كده نعمل سمشن. في حاله جنس لاير 1 بسبب ان عمليات المالتيبلكيشن فيها كتير قوي 1043 عمليه مالتيبلكيشن، فمش هنقدر نعملها على كلوك واحده، فكنا بنعمل السامبل واحده على كذا كلوك. لكن في دينس لاير 2 كان هو عدد الابلكيشن قليل 32، فكنا بنعمل نيرون واحده كل كلوك. بعد كده الابلكيشن فانكشن اللي استخدمناهم كان ريليو فانكشن. الريليو فانكشن عباره عن فانكشن، لو الانبوت اللي داخلها اقل من صفر يبقى الاوتبوت هيبقى بصفر، ولو الانبوت اللي داخلها اكبر من صفر يبقى الاوت هو الانبوت. دي بنعملها ازاي؟ بنشوف الساين بيت بتاعت الانبوت ومنها نطلع الاوت. كده هنتكلم على السوفت ماكس. السوفت ماكس هي عباره عن فانكشن، هي بتشوف البروبابيلتي بتاع الانبوت اللي داخله لها وتختار اكبر واحد ليه بروبابيلتي فيه، بس يعني الايكويشن بتاعتها فيها اكسبوننت، واحنا ما كناش عايزين نعملها بالشكل ده عشان ما نعملش الايفيشن،
قررنا نعملها بطريقه ثانيه. دي احنا هندخل هنجيب كورين تو نيرونز جنب بعض قارنهم نقارن الناتج بتاعهم ببعض بان احنا نطرحهم ببعض بعد كده نشوف الساين بيت. لو الساين بيت بصفر يبقى النيرون واحد هي الاب، او الساين بيت واحد يبقى النيرون اثنين هي الاب. نعمل نفس الاوبريشن دي مع الكورين نيرونز في نفس الوقت، بعد كده هيطلع علينا مين فيهم اكبر نيرون والبوزيشن بتاعها يكون هو ده الاوتبوت بتاعنا. دلوقتي هنقارن الاوبتمايز اي كيو موديل اللي احنا عملناه بموديل الليبرز اللي هو سلطاني. احنا كنا عاملين 11 موديوليشن تايب، هو كان عامل 6 بس. احنا استخدمنا زينك الترا سكيل 104، هو كان استخدم زينك الترا سكيل 102. الفريكوانسيز اللي احنا استخدمناها كانت 70 ميجا هرتز، واللط احنا كنا مستخدمين لط اقل منه لان احنا كنا مستخدمين convolution operation، سواء كان مستخدم dense operations بس، والdense operation بيبقى ليها ويتس اكتر، واحنا استخدمنا دي اس بي اكتر منه لان في دي convolution operation بيبقى ليها عمليات اكتر من الdense operation. بعد كده هنقارن الباور بتاعتنا بالباور بتاعته. احنا عندنا في التوتال شيب باور اقل منه، وبرده الدايناميك باور بتاعتنا كانت اقل منه. دلوقتي عبد الرحمن عماد هيكمل كلام عن الموديل. السلام عليكم، انا عبد الرحمن عماد. هنكمل الكلام ان شاء الله على الجزء اللي هشام الكلام عليه، الاوبتمايزد اي كيو موديل. بعد كده هندسكاس الريزلتس، الاكيوريسي كيرفز، الكونفيوجن ماتريكس، وهنعمل كومباريزون ما بين المودلز. بعدين هنناقش برضو الريزلتس ما بين الاف بي جي اي والجي بي يو. احنا اول حاجه بس عايزين نفتكر كده الموديل اللي هشام اتكلم عليه، هو ده الموديل بتاعنا اللي احنا بروبوزد. برضو عايزين نقارنه مع الموديل اللي كان حسن اتكلم عليه اللي هو كولينز موديل برضو، وعايزين نشوف يعني عايزين نشوف الاستراتيجي اللي احنا كنا عايزين نوصل بيها من الموديل ده ايه. باختصار احنا كل اللي كنا عايزينه في الموديل ده ان احنا نحاول نمنتين الاكيوريسي عاليه، وفي نفس الوقت عايزين نوبتمايز على قد ما نقدر النمبر اوف اوبريشن. طيب حققنا ده ازاي؟ هنلاحظ هنا ان احنا اشتغلنا على الاول على عدد الفلترز. عدد الفلترز عملنا فيه ريدكشن، ده بدا يقلل لنا الاوبريشن، بس في نفس الوقت علشان ما نخسرش accuracy بدأنا ان احنا نكبر الفلتر. مقارنة بيها نلاقي الفلتر بتاعتنا كبيرة، وده كان effective ان هو يفضل يحافظ على accuracy، لان هو يعني انا اكني بكبر الويندو اللي باكستراكت منها الفيتشر، يعني اكني بشوف الفيتشر من ويندو اكبر شوية. فالحقيقة ان ده كان very effective يعني، وقدرنا ان احنا maintain accuracy دي. طيب اهم سؤال واول سؤال لازم نسأله هو الـ overfitting، او يعني احنا بنعمل fitting للداتا بتاعتنا بشكل كويس ولا وحش ولا ايه. طيب الكيرف ده هو بيوضح two curves، يعني كيرف للtraining accuracy وكيرف للvalidation accuracy. طيب احنا هنلاحظ ان تقريبا all over الـ SNRs تقريبا يعني الـ almost ما فيش overfitting، وده بيimply ان الموديل بيperform في الرينجز دي بشكل كويس، وما بيحفظ الى حد ما الـ samples يعني. ولكن هنيجي نلاحظ ان من 0 لنيجاتيف 10 الى حد ما الموديل بدا يتجه شويه ان اوفر يفيت، وده بيمبلاي ان الى حد ما السامبلز في الرينج ده هي فيها نوع شويه من السيميلاريتيز، يعني خلت الموديل ان هو يبدا يتجه ان هو ايه يحفظ سنه يمراي سنه السامبلز يعني. طيب احنا برضو ستيل مكملين مع كولينز بيبر، بس بنقارن دلوقتي الاكيوريسي كيرف. دي الاكيوريسي كيرف الازرق ده بتاع الموديل بتاعنا، والاحمر ده برضو بتاع الموديل الاولاني اللي حسن اتكلم عليه اللي هو الابساي. طبعا هنلاحظ ان الابساي هو ستيل الهايست اكيوريسي، لان هو بيستفيد من الثلاثه ريبريزنتيشن بتاع الداتا، فهو ستيل هيفضل محافظ على الاكيوريسي بتاعته. فاحنا يعني ضحينا بالاكيوريسي سنه في مقابل ان احنا عملنا ريدكشن في النمبر اوف اوبريشنز يعني. برضو هنيجي نقارن هنا مع البيبر بتاعت كولين، هنلاقي لحد ما احنا حاولنا كومبرومايز ما بين الثلاثه موديلز اللي هو اشتغل فيهم، زي ما حسن كان موضح ان هم اشتغلوا على موديل مره اي كيو ومره امبليتيود فيز ومره فريكوانسي. فهنلاحظ ان هو عنده حتى الكيرفات المودلز بتيجي في يعني في ريجونز كده تبقى هي واخده الادفانتج شويه، بعدين يجي موديل تاني يبقى هو الاحسن. فيعني لو لما نيجي نقارن مع الموديل بتاعنا، لان احنا حاولنا نعمل كومبرومايزيشن ده وان احنا نفضل محافظين اول اوفر الاس ان ارز على اكيوريسي عاليه يعني. برضو هنا يعني عايزين نفيجوالايز كده التحسينات او الانهانسمنت اللي حصلت. ده الكونفيجن ماتريكس بتاعتنا والكونفيجن ماتريكس بتاع كولن بيبر. هنلاحظ ان هنا الميسز اللي كانت بتحصل في الكيو بي سي اختفت تماما مقارنه عند كولين بيبر، وهنلاقي هنا في الامبليتيود دبل سايد باند برضو الميسز هنا قلت مقارنه بالميسز اللي كانت بتحصل هنا.
طيب احنا بقى عايزين نشوف البارامترز والنمبر اوف اوبريشنز وصلناها لاي ان. الحقيقه ان هو المقارنتين دول هما يعتبروا نقطه قوه الموديل ده الحقيقه. يعني لما نيجي نقارن بالبارامترز هنلاقي ان هنا الموديل تقريبا متساوي مع اف ساي، ودي كانت برضه نقطه قوه في اف ساي. البارامترز دي في النهايه هتترجم لميموري في الاف بي جي اي، طبعا هنلاقي ريدكشن كبير جدا بالنسبه للكولم موديل. طيب لما نيجي بقى نبص للاوبريشنز هنلاقي ان اولموست خلاص الاي كيو بقى فراكشن من الاف ساي ومن الكولن موديل، حصل ريدكشن جامد جدا في الاوبريشن اللي هي بتترجم لمالتيبليكيشن واديشنز، بترجم في الاخر لباور على الاف جي اي. تمام. طيب النقطه برضو مهمه دي، مقارنه ما بين الموديل امبلمنتد اون اف بي جي اي والموديل امبلمنتد اون جي بي يو انفيديا تسلا بي 100. ده يعتبر طبعا من اقوى الجي بي يوز يعني المستخدمه، الانفايرمنت بتاعها كاجل يعني. هنلاقي برضه ان في فرق تقريبا 10 مايكرو سكند في الموديل، وده بيمبلاي طبعا قد ايه الاف بي جي اي نقدر ان احنا نكنترول وان احنا ننهانس فيها البروسيسنج تايم يعني. طيب ده برضه اكيورسي كيرف بيقارن ما بين الاف بي جي اي والجي بي يو، هنلاقي تقريبا ان في سلايد ديفرنسز قوي حصلت ما بين الاف بي جي اي والجي بي يو، وان الى حد ما قدرنا ان احنا نمتين الاكيورسي ما نخسرش اكيورسي لما نيجي ننقل من الجي بي يو للاف بي جي اي. طيب بعد المقارنات الكتيره دي يعني عايزين بس نسامري كده، احنا عايزين نقول ايه وقلنا ايه لحد دلوقتي. باختصار احنا عملنا بروبوزد لاثنين موديلز، اول موديل تاني قصدي اي كيو، الموديل دي بتاكل ايه؟ هي موديليشن ريكوجنيشن، عايزين نعرف موديليشن ريكوجنيشن. طيب والله بنقول اذا كان الابلكيشن بتاعي انا مش هاممني فيه الكوست قوي او الباور قوي، مش كونسيرن بالنسبه لي او معليش عليها ليميتيشن، خلاص فاحنا بنقول ان البيست فيتنج للبروبلم دي هيبقى الاب سايت، هو بيدي ريلابل اكيورسي محترمه لانه بيستفيد من الثلاثه ريبريزنتيشن بتاع الداتا، وفي نفس الوقت هو الى حد ما برضه اوبتمايز. طيب اذا كان لا انا بعمل الابلكيشن بتاعي لو باور، عندي ليميتيشن على الباور والكوست بتاعتي، والله لا يبقى الاوبتمايزد اي كيو يعتبر افضل لان الى حد ما هو بيدي ريزونبل اكيورسي برضو، بس في نفس الوقت احنا عاملين ريدكشن جامد جدا في الاوبريشن اللي بتتم. طيب بعد كده الباور واريا حاجات تانية. طيب احنا دلوقتي هنبدا بقى نتكلم عن بروبلم مختلفه جديده تماما، هي الوايرلس انترفيرنس ايدنتيفيكيشن، عايزين ريكوجنايز الانترفيرنس، ودي هيبدا ان شاء الله يكلمنا عنها عبد الرحمن فريد. شكرا. السلام عليكم، انا عبد الرحمن فريد، اقدم الجزء الاخير في البرزنتيشن، هو عباره عن الوايرلس سيجنال ايدنتيفيكيشن انترفيرنس. هدفنا في الجزء دوت ان احنا عايزين نعرف ايه السورس اوف انترفيرنس، هل هو في الاي اس ام باند. احنا الاول المحتوى هيمشي كانترودكشن، بعد كده اوبساي لايت، بعد كده نبدا نقارن السوفت وير ريزلت مع الليتريتشر ومع الاوبساي، بعد كده نبدا نتكلم عن الفيكسد بوينت ازاي نحول من السوفت وير للهارد وير، وفي الاخر هنبدا نتكلم عن الهارد وير ريزلت اللي حصلنا عليها. هنا هدفنا زي ما قلت ان احنا نكلاسيفاي ثلاث انواع، هل هي السيجنال كونتام البلوتوث ولا لزيك بي ولا الواي فاي. الداتا سيت اللي احنا جبناها مختلفه عن الداتا سيت اللي فاتت، ان هنا بنعمل وايرلس انترفيرنس مش موديوليشن ريكوجنيشن، حصلنا عليها من دكتور شميدي عن طريق ان احنا بعتنا ايميل، لكن الداتا بتاعت الموديوليشن ريكوجنيشن كانت متوفره على عندي. هنا نلاحظ ان البلوتوث قسمها 10 كلاسز، الزيك بي قسمها 2 كلاسز، والواي فاي قسمها 3 كلاسز. الهدف من هنا ان احنا نايدنتيفاي حاجتين، ايه هو النوع، هل هو بلوتوث، هل هو زيك بي، هل هو واي فاي، وهي السنتر فريكوينسي والبند بتاعه. يعني على سبيل المثال لو طلعت السيجنال زيك بي ديت فهنعرف ان هي البند بتاعها 2 ميجا وعندي 2.4 من 10 جيجا 2.425 من 100 جيجا، وديت مثلا عند 2.430 من 100 ميجا كده. دوت اهميه الداتا سيت او الداتا سيت اللي احنا هنشتغل عليها. الداتا سيت بتتكون من 15 10 و2 و3 21 سيجنال تو نويز ريشيو، يعني على سبيل المثال سالب 20 سالب 18 لغايه لما نوصل ل 20، عند كل سيجنال تو نويز ريشيو في 715 سكيم او سيمبل او سيجنال، بتتكون من 2 في 128 سامبل زي داتا الموديوليشن ريكوجنيشن. فلو عملناها هنلاقي ان هي 225 225,000 سيجنال في 2 في 128 سامبل. حاليا احنا خلصنا الانترودكشن، هنبدا نقدم الاوبساي لايت. كان الهدف ان احنا نبدا نجرب نعمل الاوبساي على الهاردوير، ولكن نتيجه الليميتيشن اللي حطها علينا السوفت وير ديفايند راديو زي البليد ار اف عليها سايكلون في اي 9، وديت بتحتوي على دي اس بي بلوكس قليله، ولكن عشان خاطر نعمل التان انفرس مثلا محتاجين تيلر اكسبانشن ونبدا نريبريزنت، وعلى حسب الاكيورسي اللي هناخدها هنخسر عدد دي اس بي بلوكس. نفس الكلام الفريكوينسي محتاجين اف اف تي زي ما حسن قال. عشان خاطر كده وصلنا للاوبساي.
لايت. عملنا ايه؟ عندنا فرع التان انفرس وعندنا فرع الفريكوينسي وحطينا الماكسيمم بولينج. ايه اهميه الماكسيمم بولينج؟ انا عندي الداتا بتطلع من الامبليتيود برانش سيمبل سامبل باي سامبل، ودوت عشان خاطر نقلل عدد الدي اس بي بلوكس المطلوبه عشان نقدر نحطها على الاف جي اس اللي حجمها صغير. وهنا نفس الكلام، الماكسيمم بولينج بتاخد اول سامبل من فوق وتاني سامبل تقارن بينهم تشوف انهي الاكبر تعمل لها فورورد والاصغر ترميها. كده انا قللت السايز اللي هيتعمل له فورورد للنص. تاني حاجه ديت كانها بقت شغاله بنص الكلوك سبيد، وديت نفس الكلام، بينما دي شغاله بالكلوك سبيد كلها، فانا ممكن اشغلها النص اللي فوق والنص اللي تحت. فكده انا وفرت حوالي 50 دي اس بي بلوك، ودوت كان اهميه الماكسيمم بولينج ان هو يقلل السايز والدي اس بي بلوكس. خلينا احنا خلصنا الاوفساي لايت، عايزين نقارن بقى بينه ونشوف احنا كسبنا ايه وخسرنا ايه من الامبلمنتيشن دوت. ده كيرف اكيورسي بيوضح الاوفساي والفريكوينسي، هنلاقيهم اعلى حاجه لا نتيجه ان هم الداتا متقسمه في الفريكوينسي دومين، فاي داتا هدخلها كفريكوينسي دومين هتديني اكيورسي عليه. الاي كيو والامبليتيود فيز والفريكوينسي احنا عملنا لهم ري امبلمنتيشن زي ما عملنا في الموديوليشن ريكوجنيشن برضو، بحيث ان احنا نقدر نرسم ونقارن الريزلتس. بينما الاوبساي والاوبساي لايت دوت اللي احنا بنقترحه. لو جينا نقارن بقى احنا خسرنا كام اكيورسي كافريج، هنلاقي نفسنا خسرنا 5% اكيورسي عن الاوبساي، ولكن ما زالت اعلى من اي واحده ما فيهاش فريكوينسي. هي اقل من اي واحده فيها فريكوينسي ولكنها اعلى من اي واحده ما فيهاش فريكوينسي. فكده احنا دمجنا بين الفايده بتاعه الاوبساي سواء في الاكيورسي والفايده بتاعه السنجل باس اللي هو اللو سايز. حاليا الاوبساي لايت قدرنا ننزلها ل 95000 ملتيبليكيشن اديشن اللي هي بتختصر بالفلوبس، بالنسبه للاوبساي اللي هو 2,068,000. نفس الكلام الويت نزلت 9000 بدل 36000. حاليا احنا كده خلصنا السوفت وير، عايزين نبدا ناخد الويت اللي هي التولز اللي هشام قال عليها سواء الكيرس او باي تورش بيطلعها فلوتنج. احنا عايزين نخليها فيكسد بوينت بحيث ان احنا نقدر نحطها على الهاردوير. بنبدا ندور على اقل عدد بيتس معينه اضرب فيها الويتس الفلوتنج دوت، بحيث ان انا اروح احطه على الاف جي اي من غير ما اخسر اكيورسي. نبدا نشوف الفكره كانت بتاعه رومان، بنبدا نشوف الانبوت داخل لنا كام. هنا الايتو دي اللي قبل بيديني 12 بيت، 2 باور 12، بفترض ان هي سالب 1 باور 12، بعمل لها نورماليزيشن فبتبقى سالب 1 والستيب 1 على 2 باور 12. نفس الكلام بعمل نورماليزيشن للويتس، هدفي هنا ان انا لما اضرب الويتس في الانبوت يطلع الاوتبوت اقل من الواحد، لان انا لو ضربت ابسولوت فاليو اصغر من الواحد فابسولوت فاليو اصغر من الواحد هيطلع الاوتبوت اصغر من الواحد. ليه كده؟ عشان قادر امنع الاوفر فلو، انا كده ضمن ان هو الاوتبوت بين السالب 1 والواحد مش هيكبر عن كده فمش هيحصل اوفر فلو. بعد كده ببدا ادور على عدد البيتس اللي انا اقدر امثل بها الويتس دي، هي بتيجي عن طريق التراي اند ايرور. بعد كده باخد الويتس واروح احطها على الاف جي اي. في حاله الاوبساي لايت بدانا نعمل التراي اند ايرور، بدانا ندخل 8 و9 وهكذا، وفي الاخر اخترنا 11 بيت عشان نريبريزنت بيها الداتا. نتيجه ان هي كنا مدخلين 1000 سيجنال طلعت سيجنال واحده بس الايرور، فاللي هي ممكن السيجنال دي يكون كوربتد او حاجه، فاللي هو اخترنا 11 عشان خاطر نقلل السايز اللي هتحط الاي بي جي. كده احنا خلاص عملنا الفيكسد بوينت للسوفت وير، هنبدا بقى خدنا الويتس وحطيناه على الهارد وير، نبدا نشوف الريزلت. هنا الريزلتس مفيش مش مقارنه مع حد، لان الفيكس الاوبساي لايت يعتبر اول شغل اتعمل للوايرلس سيجنال للوايرلس انترفيس ايدنتيفيكيشن على الاف بي جي اي. هنلاحظ ان احنا عندنا بنستخدم عدد دي اس بي بلوكس قليله جدا، دوت نتيجه ان احنا زي ما قلت بنعمل سيريال تطلع سامبل باي سامبل، وبنعمل 20000 ديتكشن. دوت بيعتمد على حسب الابلكيشن، انا شغال في اوبن باند ولا كلوزد، فعلى حسب في انترفيرنس كتير بيحصل ولا انترفيرنس قليل. حاليا هنحاول نعمل كونكلوجن للشغل اللي احنا عملناه. احنا اقترحنا الاوبساي اللي هو بينهانس الاكيورسي، بدانا نعمل برانش منه للموديوليشن ريكوجنيشن كهاردوير على الاف بي جي اي، بدانا نحاول نعمل 2 برانش منه للوايرلس انترفيرنس ايدنتيفيكيشن على هاردوير، دخلنا مسابقه اي سي ام كسبنا المركز الاول على كل التراكس سواء الكوميونيكيشن او الديب او الديجيتال. حاليا بنكتب 2 بيبرز، واحده مع الدكاتره بتعمل لها مراجعه والثانيه في المرحله الاخيره من الكتابه. احنا حاليا عملنا الاوبساي، بعد كده المفروض كنا نحطه مكان الدي اس بي بلوك زي ما روان وضحت. استبدلنا الدي اس بي بلوك دوت بفايند راديو، بعد كده في الاخر وصلنا الاوبساي لايت عشان خاطر يناسب السوفت وير ديفايند راديو. في المستقبل الورك المفروض نمشي كده، احنا مشينا فورورد المفروض نمشي كباكورد، بحيث ان احنا نعمل سيجنال ريال تايم سيجنال ايدنتيفيكيشن او موديوليشن ريكوجنيشن. شكرا، وبنعتذر لو طولنا.
لا بالعكس، تسلم ايديكم يا شباب. يعني تقريبا almost on time، يعني اقل دقيقه actually، فتسلم ايديكم. طيب احنا طبعا هنبدا الاسئله، فانا غالبا هبدا ممكن ابدا بدكتور حسن ابو شادي. لو حابب تبدا انت اوريدي، يعني عارف انت بتابع الموضوع، بس لو عندك اسئله وبعد كده اروح لدكتور احمد مديم. دكتور I have to unmute، sorry. تمام دكتور حسن، ايوه، هل عندك أسئلة ليهم قبل ما دكتور أحمد بدين بقى هنسيبهم ليه بعد كده؟ فهل عندك أسئلة ليهم؟ طيب أنا ممكن أسأل سؤال صغير، أنا متابع الشغل، بس هو بالنسبة لل wireless interference identification، هل نقدر إن إحنا نعمل confusion matrix زي اللي اتعملت للموديليشن ريكوجنيشن؟ بس في الحاله دي الكونفيوجن ماتريكس هتبقى فيها الـ هتتعمل بين البانديز، يعني مثلا عند 2.4 من 10 2.425 من 100 جيجا وهكذا. فاحنا هنبدا نعمل كونفيوجن ماتريكس للفريكوينسيز المختلفه وفي نفس الوقت للمودلز المختلفه، عشان خاطر كده ده ممكن يبقى حاجه هو ما اتعملتش في الليتريتشر، بس ممكن نتخيل ان احنا نعملها. هل ممكن نعملها مثلا 3D؟ لا، هي ممكن تتعمل 2D، 15 كلاس هنا و15 هنا، ونبدا نقارن مثلا البلوتوز من 0 لغايه 9، بعد كده الزيك بي من 10 و11، بعد كده الواي فاي من 12 لغايه 15، ونفس الكلام هنا، ونبدا نرسم الاكيورسيز بينهم. بيحصل مس كلاسيفيكيشن او مس ديتكشن كم مره في كل واحده، ونبدا نرسم الكونفيوجن ماتريكس. فهي ممكنه بس احنا ما عملناش، لان في السوفت وير في الليتريتشر ما اتعملتش، فمش هنلاقي حاجه نقارن بيها. طيب بس يعني انا بس هو ده كان سؤالي مينلي، يعني فانا شايف ان الشغل كويس قوي، وزي ما اقترحتوا تكنيكس جديده واركيتكتشرز جديده، ممكن تقترحوا برضو طرق للإيفاليويشن، يعني مش لازم تبقى موجوده في بيبرز يعني. بس ودي انا اجري عليها، يعني دي ممكن تبقى اكشوالي المشروع بتاع السنه الجايه ان شاء الله بقى اللي احنا فيها دي، ان هو مش ممكن تبقى انت اول حد في الليتريتشر، مش دي مشكله قوي، بس طبعا يعني بالعكس ده بيديك فرصه اكتر في الاكسبتنس، بس طبعا تبقى يعني الشغل فعلا في حاجه يونيك قوي بحيث انك ما تلاقيش حد تقارن بيه. فاي ثينك اتس ا جود ايديا ان احنا نفكر فيها. طيب لا انا كده شكرا جزيلا. انا طيب نموف لدكتور احمد مديان. دكتور احمد يا فندم، السلام عليكم. شكرا على البرزنتيشن شباب، وشكرا انكم التزمتوا بالوقت. الطابق كنتوا منقيين طابق جميل. انا بس كنت عاوز ارجع ممكن لتب. هو الصوت بيقطع، مش عارف من عندك دكتور. انا اسف معلش، انا بتكلم الموبايل فيبدو ان في حد بيطلبني، معلش. بقول لحضرتك معلش، ممكن ارجع للتيبل اوف كومبارزن بتاع الاي بي جي لو سمحت؟ صفحه جي ريزلتس صفحه كام؟ مش فاكر. في بعد اللي هو في الاي بي جي ريزلتس، كان في الاي بي جي ريزلتس مقارنينها مع حاجه ثانيه اعتقد. لا في تيبل، مش الجزء بتاع في الجزء بتاع فريد اللي هو فيه اللوك اب تيبلز والحاجات الثانيه. ايوه هو ده غالبا. ايوه هو ده هاردوير امبلمنتيشن. تمام. انت معلش، انت هنا حاطط كومباريزن مع الموديل اللي موجود في البيبر اللي هي نمبر 1 صح؟ تمام. انت بتحرك ليه؟ بتحرك تاتش، بتحرك كتير. لا هو كان المفروض في ريفرنس تحت، بس ما اعرفش اتمسح ليه. هو الريفرنس عندي. هو الريفرنس بين عندي. طب اعمل شير انت. طيب ماشي الثانية بس بسرعة وطلع نفس الاسئلة. خلاص لا انا كنت التيبل كافي بالنسبة لي دلوقتي، يعني انا مش هو مشكلة. هو سلطاني انا بقى. مش مشكلة عندي الريفرنس دلوقتي. تمام. انا عاوز اعرف دلوقتي الديفرنس ما بينكم انتوا الاثنين. انا شايف ان هو كان مستخدم نمبر او بيبر 1 دي مستخدمة نمبر اوف دي اس بي بروسيسورز اقل منكم، مستخدمين 1118 وهو مستخدم 210. تمام. ف ايه الفرق الرهيب اللي خلى الرقم بتاع دي اس بي بروسيسورز يعلى لخمس مرات؟ هو عامل عنده دنس اوبريشنز، بس احنا عاملين كونفليشن اوبريشن، ف بيبقى ممكن نعمل في الكونفليشن اوبريشن
يبقى فيها عمليات مالتيبليكيشن اكتر. فاحنا كنا بنحاول نعمل في مثلا في كونفيجر لير 1 اللي احنا بدل ما نطلع سامبل واحده لكل فلتر في كلوك واحده بس، لا كنا بنطلع لل 45 فلتر بتوعها سامبل لكل كلوك. بس هل ده افيشنت؟ اصل انا لا يعني خلي بالك ان دي اس بي بروسيسور اكتر بلوك يعني بيقتل باور كونسامشن في مقتل زي بيقولوا. فدلوقتي انا شايف ان بالكمبروسيدر ده انت لو قارنته بعض مع الباور الراجل بتاع الراجل ده، المفروض الراجل ده هيطلع 500 تقريبا. لا ما احنا طالعين احسن منه، طالعين زي ده ده الباور ليفر بالظبط كده. اصل هو مش بيستخدم نفس ال مش من الاركتكشر بتاعنا. انا ماشي انا معاك في الاركتكشر. تعالى نحسب احنا مهندسين الكترونكس دلوقتي، احنا عندنا انت الديزاين بتاعك بياخد حوالي 1118 تقريبا دي اس بي كابابيلتيز الموجوده في الاف بي جي، هو بياخد 210. ف يعني لو انا بحسبها باور وايز، فالباور وايز المفروض ان حضراتكم يعني ال 1100 دول انا مش عارف هم شغالين ازاي. فانت ممكن توضح لي طب البروسيجر اللي بيخلي باور اوبتمايزد عندكم عنه؟ اهو يعني بص هات كده السلايد الثانيه، خليها برضه هفون انوتس معاك يا دكتور احمد. بص كده الدي اس سي بي باور عندهم وعند البيبر دي، فهتلاقي الدي اس سي باور اوريدي عند الثاني هي تقريبا 6% which is عندهم هم هي تقريبا ثلاث اضعاف بالظبط كده، وهي خمس اضعاف في العدد. ايوه بالظبط. فانا في حاجه كده يعني ايه بيتهيالي ان انتوا كنتوا محتاجين اوبتمايز شويه في الديزاين في الشغل بتاعكم. يعني كان بيتهيالي لو اشتغلتوا عليه شويه كان ممكن يليبريت، يعني ممكن تريديوس النمبر اوف دي اس بي بروسيسورز تمام، او على الاقل انك تحاول اوبتمايز في الامبلمنتيشن بشكل مور افيشنت شويه تمام. هي دي ملاحظه لفتت نظري وانتوا بتعرضوا الريزلتس مع الباور بصراحه. تمام احنا كنا بنحاول نصلع المودج شويه يعني، فقلنا نستفيد. ما انت الكونسرن بتاعك كسبيد، بس الثمن اللي دفعته للسبيد هل يساوي اللي كسبناه ولا لا؟ يعني انا لو جبت النهارده عملت فيجر اوف ميريت اللي هو باور ديلي برودكت اللي اكيد انتوا درستوه في الديجيتال عموما تمام، هل البي دي بي اللي هو الباور ديلي برودكت بتاعكم والباور ديلي برودكت بتاع اي شخص تاني هيديني رقم يساوي الكلام ده ولا لا؟ يعني انت عارفين طبعا الفيجر اوف ميريت ولا مش عارفين؟ مش فاكر يعني النهارده لو انا عندي سيستم بعمل له ديزاين الباور كونسامشن بتاعه احسن حاجه بس الديلي تعبان قوي، لما ملتبلاي اتنين في بعض النمبر بتاعي هيطلع كبير تمام. لو عندي سيستم الديلي بتاعي قليل قوي بس الباور كبير قوي، لما ملتبلاي الاتنين في بعض ستيلر نمبر كبير. يعني معنى كده ان في الحالتين لما النمبر كبير انا دفعت اكسبت حاجه بس في حاجه وقعت مني تمام. انا مش على فكره انا ده شغل عجبني، شغل جميل يعني ما تقلقوش يعني من حاجه. انا بس ايه ال دي ديزاين امبلمنتيشن، فالواحد عينه خدت على ان هو يربط الحاجات دي معلش تمام. بس فلكن الشغل نفسه كريزلتس كويسه. انا بس بسالكم يعني الفكر بتاع الامبلمنتيشن هل كان ستريت فورورد؟ يعني انت خدت الايكويشنز وبدات تترجمها لفانكشنز، ما جربتوش تعملوا سكند ايتريشن كده توبتمايزوا الديزاين بتاعكم شويه؟ واحنا كنا بنحاول يعني ان احنا نشوف اهم حاجه ان احنا نخليه يبقى سبيد السرعه بتاعته، ما كناش نركز في ان احنا نستخدم دي اس بي كتير ولا لا. تمام. ما هو انت هتزوده ازاي؟ انت عملت سام سورت اوف يعني ايه ديستريبيوشن للفانكشنز الموجوده بحيث انها تران بارل، ف ورانينج بارل يعني معناه ان هو محتاج الفانكشن اللي كان بيعملها مثلا سيكوينشال على دي اس بي واحد انت فكيته، فعشان كده العدد غالبا فك منك العدد الكبير ده، فده امباكت عليك في الباور. بس طبعا ديلي وايز هيبقى احسن، بس هي الفكره بقى لو ضربت الديلي في الباور هيديني يعني حاجه تساوي ولا لا؟ هو ده الفكره تمام. فيعني خدوا بالكم من الحكايه دي، بما انكم يعني بتترجوا تكتبوا بيبرز وكده، انا بس بديكم هنتس لحاجات يعني لما تحطوها تبقى عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، لان موست بروبلي اي يعني ريفيور هيبص بص على الحاجات دي هيبتدي يبقى عنده تساؤلات. تمام. انا يعني ما يعني دي بوينت في الريلايزيشن، لكن طبعا الكونسبت وعمليه
الامبلمنتيشن نفسها والفكره بتاعت الامبلمنتيشن شايفها فكره حلوه. وطبعا لو عملت ميكسنج للريكونفيجربل بوينتس يعني غيرت عمليه الريكونفيجربيلتي بحيث انه يقدر يشمل اكتر من تكنيك او اكتر من موديل في الرياليزيشن هتبقى طبعا ادد فاليو كويس. تمام. تمام يا فندم، سامعيني ولا قطعت منكم؟ في سؤال تاني؟ لا انا ما عنديش اسئله تانية خلاص كده يعني كفايه قوي وما فيش اي مشاكل. وشكرا على المجهود الكويس ده وشكرا دكتور حسن. شكرا دكتور احمد. طيب انا هطلب منه بس يرجعوا وان سلايد باك بقى تاني للاف جي برضه جيب ان احنا في النقطه ديت. تمام. هو تالي هما نفس التكنولوجي، انا كنت بتاكد بس الاف بي جي نفس التكنولوجي ولا لا. لما انا بصيت على الزنك لقيتها الاثنين زي نفس التكنولوجي، فعشان كده انا قلت ان في الاول ان غالبا الموديول اللي هما بيستخدموه في دي اس بي فانكشن بقل في الكاتيجوري، فعشان كده رحت باصص على نفس التكنولوجي في الاول وهما بيعرضوها في البرزنتيشن فلقيتهم نفس الليفل، فقلت طيب معنى كده ان نفس الكابابيلتي، طب ليه الرقم ضرب كده؟ بس فايه دي الفكره؟ تعرف اصل الضربه مش مرتين ثلاثة، لا يعني بنتكلم خمس مرات تقريبا. ما انا يمكن هسألهم سؤال تاني يا دكتور احمد، هو انتوا النمبر اوف موديليشن تايبس عندكم 11 وعند البيبر 6 صح كده؟ اه انتوا ليه وقفتوا عند 11 اصلا؟ يعني هل في اكتر ولا هم دول كل البوسيبل؟ هي دي الداتا اللي كانت موجوده في الجزء بتاع الديب ليرنينج اللي احنا قدرنا نجيبها فاستغلناها. وهل دي مالهاش علاقه بزياده عدد دي اس بيز؟ لا يعني هي نفس النتورك مالك غلط صح؟ على حسب المود اللي هنستخدمه. تمام. طيب اعتقد كده تمام. والباور احنا ريبورتنج الباور واللاتس والفريكونسي انتوا 70 ميجا ده عشان تبقوا زي البيبر صح كده؟ لا هو احنا كنا استخدمناها علشان البروبلم بتاعتنا احنا كنا عايزين نستخدم الفريكونسي فعشان كده اخترناه ولقينا البيبر اختلط. طيب اي ثينك كده تمام. يمكن هو السؤال اللي بعد كده هرجع بس للامبلمنتيشن. انت كنت عملته يعني شويه ستادي على الشغل بتاع الار اف كيت اللي هي فيها مباشره ار اف مع اف بي اي، فانا مش فاكر انا مش شفتهاش في البرزنتيشن دي اللي كان دكتور حسن قال عليها. لا احنا ما استخدمناش ار اف. انت كنت قريته عنها اس فار از ريمبر يعني صح؟ قصدك حضرتك على البليد ار اف؟ ايوه بالظبط كده البليد ار اف. انزل في الجزء بتاعي لان غالبا لو كملنا في المشروع احتمال برضو كبير ان احنا نتارجتت يعني، فعايز اعرف يعني ايوه الصفحه الابوريت شويه عليها كده يعني ايه الفرق بينها مثلا وبين اللي انت عملت في الاف جي اي. ان هي فيها الار اف طبعا اون تشيب ده اساسي. هات الفيوتشر ورك عشان خاطر فيها الديزاين كامل في الليت ار اف. تمام هي موجوده. تمام. هل هي بتفيت بقى الديزاين بتاعكم؟ يعني هل هي بتفيت الاف بي جي اللي فيها ممكن تفيت اللي انتوا عملتوه كاوبساي لايت؟ كاوبساي لا اوبساي لايت. طيب لكن الاوبساي لا. طيب ده كده محتاج غالبا حاجه تكون فيها ار اف بس تكون اكبر شويه زي لان في دلوقتي مثلا ار ال اي الام بي سوك ار اف الترا سكيل بلس، يعني في الترا سكيل بلس وفيها ار اف، فالالترا سكيل بلس طالما فيت اعتقد ممكن الالترا سكيل بلس مع ار اف ممكن تفيت. هو بليد ار اف ديت هما الهدف بتاعها ان هما بيوفروها للهوبست يعني مش موفرينها للريسيرش او فانت محتاج حاجه يكون فيها ار اف وتكون كبيره. بس بس هي هما يعني عملوا افورت علشان تفت جوه الاف بي جي اي ده، هي فاللي هي البروبوزل بتاعت البساي لايت دي عملوها علشان تقدر تفيت جوه البليد ار اف. طب يعني معلش سؤال في نفس الوقت، طب هل ينفع جربتوا الساي لايت للموديوليشن ريكوجنيشن؟ هو لو جربناه احنا محتاجين نعمل تريننج وبعد كده نبدا نعمل تيونينج عشان خاطر نعمل للموديوليشن ريكوجنيشن. ما انا طبعا بس هل تفتكروا ان هي ممكن يعني تنفع ولا هو لو جينا نبص على الاكيورسي هنلاقي ان هو في الوايرلس في الوايرلس انترفيرنس الاكيورسي بتيجي 89% بينما في الموديشن ريكوجنيشن بتوصل ل 55%. احنا خسرنا 5% في الاكيورسي. هات الكيرف اللي في الاكيورسي مقارنه
فمتوقع تقريبا تخسره يمكن 5%. متوقع هناك ان احنا نخسر 4-5%، بل الداتا هناك اصعب بدليل ان هم جابوا 55% اعلى حاجه، بينما هنا 89%. فهناك ال 5% هتكون مؤثره، هنا ال 5% تعتبر مش مؤثره جامد في الريزلت. اوكي تمام. طيب هل عندك زياده ثانيه؟